في مقولة لحضرتك، قولي مين بيمول الإعلام أقولك اتجاهاته إيه؟ بالطبع يعني هو احنا لما نلاقي مثلا بعض القنوات كان من الواضح انها تمول من التنظيم الدولي للجماعة، قنوات تمول من دول معادية ومعادية بشكل علني زي قطر وتركيا، ومن خلفهم دون الظهور مباشرة أمريكا أوباما وإسرائيل بطبيعة الحال. فعلى طول بدأنا نشاهد برامج ونقرأ مقالات ونستمع إلى برامج كلها مستهدفة ضرب أمن واستقرار مصر، مستهدفة الانشقاق ليس فقط في الشارع وإنما داخل الأسرة نفسها. نلاقي اللي متحمس ل 25 يناير واللي متحمس ل 30 يونيو، بينما الثورتين بيكملوا بعض. الإعلام بقى عمل هذا الانشقاق. إلى جانب طبعا المشاكل الأخرى في علاقات مصر بدول شقيقة ودول صديقة، فكل ده نتيجة هذه الأجندات ونتيجة من يمولون ويدعمون هذه المخططات. حضرتك شايف هل احنا نقدر نوقف هذا التمويل؟ هل نقدر نتصدى له؟ هو التصدي من جهتين، اولا الرئيس عبد الفتاح السيسي كرر اكثر من مره ضروره ايقاف التمويل للعمليات الارهابيه، والتمويل هنا بيمتد ايضا للاجندات والاعمال الاعلاميه. ايضا بقى هنا الدور المباشر تماما من خلال نقابه الاعلاميين ونقابه الصحفيين، وايضا من خلال المنظومه الاعلاميه التي نص عليها دستور 2014 وهي الهيئه الوطنيه للاعلام المرئي والمسموع والرقمي، الهيئه الوطنيه للصحافه، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. هذه المنظومة وفي المقدمة منها نقابة الإعلاميين ومعها نقابة الصحفيين، ممكن بقى نوقف هذا يعني الانزلاق إلى مخاطر وأخطاء وخطايا إعلامية. هو عاوز قرارات شديدة وتنفذ يا أستاذ حمدي. أنا معاك. لازم تنفذ. أنا معاك. لابد أولاً انها تتم بشفافية كاملة، وده الشعار او المبدأ اللي انا حطه بالنسبة لنقابة الاعلاميين، بمعنى ان مفيش اي قرار يتخذ ضد اعلامي او اعلامية الا اذا كان من خلال الواقع مباشرة، ثم الحزم والحسم، اتخذ قرار، لان النقابة لديها آلية المتابعة وآلية المحاسبة وصولا الى يعني بدءا من الانذار ثم الايقاف لمده قد تصل الى 6 اشهر ثم الشطب نهائيا من العمل الاعلامي. وخدوا بالك يا جيهان، الشطب نهائيا من العمل الاعلامي معناها ايه؟ من يمارس العمل الاعلامي دون ان يكون عضوا في نقابه الاعلاميين او ما يكونش عضو في النقابه بس بياخد تصريح من النقابه بمزاوله المهنه. من يفعل ذلك انه يمارس النشاط الاعلامي دون ان تكون لديه هذه الصفه او تلك، على طول بيخش في عقوبه جنائيه.